والآن مع الحلقة الرابعة من برنامج اعتدالنا ومع فضيلة الدكتور محمد كروم، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين نبي رب العالمين وشفيعنا يوم الدين بإذن رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سوف لن أقول أكثر مما قاله نبي الله موسى وكليمه موسى الذي قال في كتاب الله العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. قبل أن أنتقل إلى الموضوع لأتحدث عنه، هذا الموضوع المهم، لا بد وأن أقدم تشكراتي أولا للدكتور الفقيه شيخنا مهاجر زيان والأخ تقني إبراهيم على مجهوداتهم الجبارة القيمة المتواصلة الهادفة والقاصدة، والتي لم تأتي من فراغ أو عطيا أو ارتجاليا أو عشوائيا، بل لمسنا من دراستنا وتواصلنا واحتكاكنا وبحثنا وتقصينا للأمور أن كل ما تقوم به هذه المؤسسة بطاقمها المتميز هو مبني على منهجية سليمة وعلى استعدادات سابقة، ولله الحمد استعدادات تزخر بالوسطية والاعتدال ونشر ثقافة الأمن والأمان والسلام في القارة الأوروبية وبين جميع بني الإنسان. هذا يثلج الصدر. لكن قبل أن أستهل محاضرتي التي هي محاضرتكم جميعا ومحاضرة الإنسانية جمعاء، لا بد وأن أستحضر ما يعني القرآن العظيم الذي قرأه فقيهنا الكريم جزاه الله خير الدنيا وخير الآخرة، لأن هذا القرآن وسنة سيد الأنام هي الوسطية وهي الاعتدال وهي السلام. لكن عدم تدبرنا للقرآن ولسنة سيد الأنام النبي العدنان وعدم ربطنا الآيات القرآنية بالعمل الذي حثنا الله عليه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، لم أقل سوف لا أقول لم ولا، بل أقول لن. إذا لم نتدبر عظمة الله وعزته وجلاله وجوده وكرمه ووحدانيته وإرادته ورحمته الواسعة في خلقه ومخلوقاته في دنياه وآخرته في ناره وجنته، سوف لن نستطيع أن نمارس أو أن نطبق الوسطية والاعتدال والسلام في هذه البسيطة التي شاء الله للإنسان أن يعمرها وليفسدها.
ومن هنا إن كان الأمر كذلك فسوف لن نستطيع الارتقاء من درجة المسلمين، كلنا مسلمون وكلنا مسلمين، إلى درجة المؤمنين، لأن المطلوب منا إذا أردنا أن نصل إلى درجة التعايش السلمي البناء مع سائر الأجناس والجنسيات البشرية والأعراق والأقليات البشرية والجنس البشري من أنثى وذكر، وحتى مع ما خلق الله من حيوانات، سوف لن نقي من درجة المسلم إلى درجة المؤمن إلا إذا طبقنا شرع الله بحذافره، أن نأخذ ما شرع الله كله ولا نترك بعضه، لأننا نستأنس بآيات قرآنية للمغفرة والتوبة. نعم، لكن حينما أقسم رب العالمين على نفسه، أقسم على نفسه وقال وكان حق علينا نصر المؤمنين، إذن يجب أن نضع أنفسنا في الميزان أو في مختبر، ونضع السؤال التالي على أنفسنا: هل نحن مسلمين فقط نتمشدق بالإسلام، أم ارتقينا إلى درجة المؤمنين، أو استعدادنا للارتقاء إلى درجة المسلمين، لكي يحق فينا قسم رب العالمين على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر لا يأتي جزافا ولا يأتي من فراغ. كل شيء في الدنيا درجة بالفكسرة، اللي يبغى يوصل خصو يؤدي، والأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والصحابة والمجاهدين والشهداء والأولياء والأمثل في الأمثل. ماذا قدم لهم رب العالمين؟ قدم لهم النقمة، فنجحوا في الامتحان ثم ارتقوا إلى النعمة. قدم لهم المحنة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره رب العالمين من بين جميع الأنبياء، والذي لم يخاطبه باسمه إلا وقد خاطبه بيا أيها النبي لعظمته: ولا تجوز الصلاة ولا ذكر الله إلا باقترانه مع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن حينما يقع لنا مشكل بسيط نحن نتمشدق بالوسطية، نتمشدق بالتعايش، نتمشدق بالاعتدال، نتمشدق كذلك بالأخوة، نتمشدق بالرحمة، نتمشدق بالإحسان، نتمشدق بالشفقة. لكن أين نحن من هذه القيم؟ من أين نحن من هذه القيم الإسلامية، بل والتي تتقاطع مع القيم الكونية؟ إذن يضع الإنسان دائما على نفسه سؤال ويقول: كيف يمكنني أن أعرف درجاتي عند الله؟ الله أكبر، أنت تريد أن تعرف درجتك عند الله،
سبحان الله، جميل. هل قمت بما أمرك الله؟ هل تعاملت مع المسلم وغير المسلم بما أمرك الله؟ كما كان سيد الخلق يتعامل؟ هل قدمت ولو جزء يسير ابتغاء مرضات الله بدون رياء ولا كبرياء ولا تظاهر ولا تباهي ولا؟ نعم، تضع هذا السؤال. أريد أن أعرف مقامي عند الله. يا عبد الله، تريد أن تعرف مقامك عند الله؟ هناك مشكلة، الأمر بسيط. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله تعالى، رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض الذي خلقنا من تراب وبث فينا من روحه، يا لها من عظمة، بث فينا من روحه رب العالمين، ونحن ندنس أنفسنا وندمس مجتمعنا وندنس يعني الإنسانية جمعاء بتصرفاتنا الدنيئة خسيسة. تريد أن تعرف مقامك عند الله، ليس هناك مشكل. نعم، مرحبا. اعرف، اسأل قلبك وقل له ما هو مقام الله في قلبي. إذا كان مقام رب العالمين في قلبك عظيم وتعمل ما أمرك الله به بشكل متتالي، لأن دين الله دين يسر، هذه الوسطية أو الاعتدال. فإذا عرفت مقام الله في قلبك انتهى الأمر. اطمئن يا أخي، لأن مقامك عند الله الله يعلمه فعلا، لكن إذا كان مقام الله في قلبك عظيم، إنك سوف لن تتخلى عن ما أمرك الله. يا أيها الذين آمنوا، أو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم الله عند الله أتقاكم. قليل منا من يعرف التقوى، وحتى الخطباء أؤاخذهم وأؤخذ نفسي على أننا حينما نقدم الخطبة دائما نأمر الناس بالتقوى، لكن لماذا لا نعرف هذه التقوى؟ لماذا لا نبسط التقوى؟ لماذا لا نبدد التقوى إربا إربا لكي يعرفها الجميع؟ نحن نخشى كورونا، ولكن حينما تقول له اتق الله، هذا يقول لك واش تجدي بجيبك أو تنشرق أو كنختف. أخي الصحابة حينما تقول لهم اتق الله، جزاك الله خير، اللهم اجعلني من المتقين. أين هي الثقافة الإسلامية؟ عفوا، هذه مجرد توطئة لتأثير كلام رب العالمين القرآن العظيم القرآن الكريم في قلوبنا. مشكور شيخنا الكريم على هذه الآية الكريمة التي أتلعها عنها. نرجع إلى موضوعنا فعلا، وهذا هو موضوعنا، له ارتباط وثيق بما قلناه، قيم الوسطية والاعتدال والسلام. من المعلوم أن هذه القيم تشكل المعنى المكنون المدفون المخزون بداخلنا، أي بداخل نفسنا، بداخلنا. وإذا كان الأمر كذلك، فمنه تصدر وتنبعث تصرفاتنا وعاملاتنا، تواصلنا، كلامنا، عبادتنا، سلوكياتنا، من هذه القيم المكنونة داخل أنفسنا.
وإذا كان الأمر كذلك وهي تنبعث من داخل أنفسنا كمعاملات كتواصلات كسلوكيات ك يعني كنقاشات كمحاضرات كتعاملات إلى غيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه رب العرش العظيم من فوق سبع سماوات في حديث شريف له قال: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. القلب وما أدرك ما القلب، حتى الله في آيات القرآن يقول بقلوب يفقهون، ليس بعقولهم أو بقلوب يعقلون. إذا القلب عنده علاقة وطيدة مع العقل وهو خزان لكل شيء، إما جميل فاضل ممتاز أو خسيس دنيء يبعث الحقد والبغض والكراهية، من هنا تنطلق الوسطية، ومن هنا ينطلق الاعتدال، ومن هنا ينطلق السلام. إن لم نكن السلام داخلنا في قلوبنا ينبعث من داخلنا بدون النظر لمن يحيط بنا، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو حيوان أم إنسان، هل هو مسيحي أو يهودي، هل هو عربي أم أمازيغي، هل هو طفل أو شاب، هل هو امرأة أو فتاة. الإسلام لا يطلب، الإسلام لا يطلب منا أن نقيم الشخص لكي نتعامل معه بقدر ما قيم له. الإسلام يتطلب منا أن نمتلك قلبا سليما سالما طاهرا، لأنه كما قال رسول الله هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من هنا أنتقل مباشرة إلى سورة الفاتحة. وما أدراك ما سورة الفاتحة؟ السبع المثاني. سورة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك اهدنا الصراط المستقيم، من منا يعرف الصراط المستقيم؟ وحتى إذا عرفناه هل نتبعه دنيويا لكي نفوز به أخرويا؟ إلى أي حد يمكن القول أننا نقرأ الفاتحة في كل صلاة ولكن لا نتدبر عظمة الله فيها وعظمة هذه الآية من عند الله تعالى؟ اللهم اهدنا فيما هديت. إذن اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم كما أراده الله الاستقامة بدون اعوجاج هو الوسطية. الصراط المستقيم هو الوسطية، لماذا؟ لأنه في الأخير يقولنا رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الصراط المستقيم في الوسط، والوسطية وسط، والمغضوب عليهم بجانب، والضالين في جانب آخر. إذن يجب أن نعرف من هم المغضوب عليهم ولماذا قيل لهم المغضوب عليهم، لأننا بصدد معرفة وربطها بأمور مهمة في الإسلام لكي نكون وسطيين معتدلين، نتعايش نترحم مع
المسلم والعربي والأمازيغي واليهودي والمسيحي والكاثوليكي وأي كان جنسه أو جنسيته، فنحن مطالبين كما كان حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بأريحية ووسطية واعتدال، و يعني نفس طاهرة روح طاهرة مع كل الأجناس والجنسيات، تعامل مع ملك الروم وكان مقدرا عنده، وتعامل مع ملك الحبشة، وتعامل مع اليهود الذي كان بجاره جاره، هناك أنتم تعرفون حكاية، وتعامل مع اليهود الذي كان يخيط لهم يعطفه. ما ثبت أن قال رسول الله هذا يهودي هذا نصراني هذا مسيحي لا أتعامل معه، لا، سيقول بالدرجة الصروف والميزان، الصروف الصروف والميزان، الصروف والميزان عند رب العالمين، الميزان عند رب العالمين والحساب عند رب العالمين. نحن مسلمون ندين بالإسلام لأن الله أمرنا أن خلقنا مسلمين، ولله الحمد نشكر الله، ويجب أن نسجد سجدة لله في كل وقت في كل يوم شكرا لله على أن خلقنا مسلمين، ونرجو من الله أن يهدي الآخرين إلى سواء السبيل إلى الإسلام إن شاء الله. الإسلام عندما أقول الإسلام، إسلام رسول الله الذي جاء به رسول الله، إسلام الحنفي السمح المعتدل الوسطي الذي لا يقصي أي أحد ولا يهمش أي أحد ويعطي الحرية لكل أحد لكل الناس. إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم لماذا سماهم الله المغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا شرع الله ولم يعملوا به القط أو البتة، عرفوا شرع الله ولم يعملوا به. الذي سموا بالذين فرطوا، هناك التفريط والإفراط، الذين فرطوا في شرع الله وفي القرآن، حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو كانوا كيعرفوا القيمة ديال التوراة واللي جاب الكتاب اللي جابه الله وما فيه من عظمة ومن كنز ومن خيرات دنيوية وأخروية لما حملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولما تغاضوا عن شرع الله وعن كلام الله وعن سنة رسول الله. طبع على قلوبهم، المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم. نرجو الله أن يهديهم ويهدي الجميع إلى طريق المستقيم. أما الضالين، الضالين هم الذين آمنوا بشرع الله لكن تجاوزوا الحدود، يعني ابتدعوا في شرع الله، وهم الذين يسمون ليس المفرطين بل المفرطين، أي الإفراط، أفرطوا ابتدعوا زادوا على شرع الله. قال له واش كتعرف العلم؟ قال له كنعرف نزيد فيه. هادو زادوا ان شاء الله، والله نزل الايه تقول فيها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله اكبر، يا الله اللي عنده شي حاجه ما يزيد يزيدها يزيد، يلا جماعه بغيت تقريو لنا الاسلام، اسلام جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ورحم الأمة ونقذ الأمة من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم
عدد علمك وزنة عرشك ورضا أنفسك ومداد كلماتك. اللهم اجعل هذه الصلاة خالصة للعزيز حفظا ورعاية لكم وللمسلمين ولكل من يوحد الله ويرجو أن يدخل إلى الإسلام الحنفي السبح الوسط المعتدل. إذن من تجاوز الحد من علمائنا سيكون فيه صفة بصفة اليهود، يعني من عرف شرع الله من علمائنا ولم يعمل به فيقول العلماء تكون فيه صفة والعياذ بالله لله نعم الوكيل من صفة اليهود. ومن تجاوز الحد من عبادنا ما يقول العلماء والفقهاء، من تجاوز الحد من عبادنا وأفرط وابتدع تكون له فيه صفة من صفة النصارى. اللهم عافنا ووفقنا لما يرضيك وترضى به عنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. فلن ندخل الجنة ولن يدخل الجنة أحد بعمله إلا برحمة من رب العالمين. اللهم احسن لأننا نحسن الظن بك إلى أن نلقاك بقلب سليم، القلب الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قلت لنا في كتابك العزيز الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بقصيد في هذا الموضوع كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة مجتمعا طبعا لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، فخط خطا مستقيما في التراب، خطا مستقيما في التراب، وخط خطوط أخرى صغيرة تنبؤ من هذا الخط المستقيم، وقال للصحابة هذا الخط المستقيم هو طريق الله، من أراد أن يتبعه فليتبعه، من لم يريد فهو حر، يكون دينكم وليكم. قال لهم أن هذه الخطوط التي تنطلق من هذا الخط المستقيم على رأس كل خط منها شيطان. الله أكبر، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، هذا كله لتبين لنا الفرق ما بين الخط المستقيم والانحراف عن الخط المستقيم صلى الله عليه وسلم. إذن كل خط منحرف عن الخط المستقيم على رأس الشيطان. ماذا يفعل ذلك الشيطان؟ يريد أن يحرف أصحابه عن الخط المستقيم. اللهم آتنا، اللهم اطبنا، اللهم اتب علينا، اللهم اجمع شمالنا وألف بين قلوبنا وقلوب جميع المسلمين وقلوب جميع البشرية وجميع المغاربة وجميع الإنسانية، جميع الإنسانية، لأننا في عالم ما أحوجنا إلى أن نعيش في سلم وسلام وأمن وأمان وانسجام ووئام، لا لشيء إلا لكوننا في حاجة ماسة إلى الاطمئنان ليطمئن قلبي. قال بلى لكن يطمئن قلبي سيدنا إبراهيم خليل، وما أدرك ما سيدنا إبراهيم خليل، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله أكبر. إذن الإنسان في هذه البسيطة يافت ويكد ويجد ويجري ويصارع ويتنافس وينافس
من أجل الدنيا، بمعنى بالمعنى الفقهي القرآني السنة النبوية، من أجل التجارة التي تبور، والتجارة التي تبور صافي انتهي انتهي تبور، كنعرفوا شنو هي الحاجة اللي كتبور. التجارة التي تبور، لكن أين نحن من التجارة الربانية النبوية التي لا تبور؟ إذا أردنا فعلا أن نطبق الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة السلام، فعلينا أن نتشبث بالتجارة التي لا تبور، وهي مذكورة في كتاب الله، ومذكورة في سنة رسول الله، ومذكورة في أحاديث القدسية، ومذكورة حتى في المبادئ الكونية، حتى في المبادئ الكونية والقوانين الكونية. إذا كان الآخرون أو غير المسلمين لا يتشبثون بالإسلام، فأقول لهم ارجعوا إلى المبادئ الكونية لكي تعرفوا ما هي الوسطية، ما هو التعايش، ما هو التسامح، ما هو الانتجام، ما هو الوئام، ما هو السلام. السلام. لكن مع الأسف، مع الأسف كل يغني على ليلى، ولكن عند الفوريب الحساب يقولوا، عند الفوريب الحساب من هنا لا بد وأن أرجع إلى ما هي الإسلام. قلنا يعتبر الإسلام دينا سماويا عالميا يحث على التسامح والرحمة والحوار والتعاون والتعايش بين سائر الأجناس البشرية، بين سائر، أؤكد على هذا، بين سائر الأجناس البشرية، لأنه حينما خطب رب العالمين رسوله الكريم قالوا إنا أرسلناك للناس كافة، يقول للمسلمين. والإله الزوج حينما خطبنا لم يخاطب المسلمين، وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني حميد، استغفر الله العظيم، الله أكبر. لو تدبرنا هذه الآية لما كان عندنا فقير يعني يطرق أبواب المنازل أو الدكاكين أو لو كنا نعرف قيمة يا أيها الناس، لم يقل المؤمنون، لم يقل المسلمون، قال الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. إذن حتى في الآية الأخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل. لماذا؟ للتنافر، للتطاحن، للتطرف، للإرهاب بين قوسين. لنشر الرذيلة، لنشر الخساسة، لنشر الفساد. أقول إلى عز وجل قال في آية كريمة ظهر الفساد في البر والبحر، البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا تكون شيء غلط، وراء ظهر الفساد في البر والبحر، في البر والبحر، لكن بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. الله، إذا خصنا نرجع أنفسنا، خصنا إعادة النظر في سيرتنا الذاتية أو في تعاملنا مع الله وفي معاملتنا مع الناس، ومعاملتنا مع الأجنبي، معاملتنا مع اليهود، معاملتنا مع النصراني، معاملتنا مع الأمازيغي، معاملتنا مع العربي، ومعاملتنا مع أبنائنا ومع أزواجنا داخل أسرتنا. والله يوصيكم بالنساء خيرا. إذن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. الله أكبر. يا رب ما أكرمك، ما أحلمك يا الله، ما أرحمك بنا الله، أنت أرحم بنا من الأم بولدها،
أنت أرحم بنا من الأنثى بولدها مهما كانت هي الأنثى. يا رحيم يا حليم، ما أعظمك ما أكرمك. فسدنا نفسد في الأرض بأيدينا ولا تذقنا إلا جزء يسير أو ضر من عذابك على هذه البسيطة. نعم، أنت سميت نفسك الرحمن الرحيم يا الغفور الرحيم والرحمن الرحيم. إذن قلنا التعاون بين سائر الأجناس البشرية، فلا مكان هنا للتشدد في الإسلام الوسطي الحنفي السمح. بين قوسين نقول المالكي، لأننا في المغرب نحن نتبع المذهب المالكي، ولكن الوسطي والاعتدال معروف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا مكان هنا للتشدد والإقصاء والدارس لنصوص القرآن يعني الكبرى أو الكريمة والسنة النبوية الشريفة، يهتدي إلى أسلوبها الحضاري في الترغيب والتحبيب الذي يربي المسلمين على الوسطية والاعتدال والأمن والأمان والسلم والسلام والتعامل الإنساني داخليا وخارجيا. هذا إذا كنا نفهم ما نقرأ، أو على الأقل نتخشى ما نقرأ. أنا واحد الحكاية في رجل حكيم قال لابنه املأ لي هذه السلة، وكان يعمل في يعني في مناجم الفحم وعنده سلة وسخة ملطخة، قال له يا ابني من فضلك ملأ لي هذه السلة من ماء البحر وأتني بها إلى هنا. المرة الأولى يملأها وأتى بها فارغة. قال له يا أبي السلة تملأ؟ قال له أعيد الكرة. ذهب إلى البحر وملأها مرة أخرى ووصلت فارغة. يا أبتي يا أبتي، احنا نعرفوا الفرق ما بين يا أبي ويا أبتي. ها؟ يا أبتي أعظم وأرقى وأنقى وأتقى من يا أبي. المرة الثالثة قال له ذهب واملأها، يعني ماشي شغلك انت، املأ وجيب لي خاوية ماشي شغلك. حين ملأ المرة الثالثة قال له يا ابني انظر إلى تلك السلة، أنا أشتغل بها في المنجم بفحم الحجري، كيف كانت؟ قال له كانت سوداء، والآن كيف أصبحت؟ أصبحت نظيفة. الله أكبر. يا وإن لم تحفظ القرآن فاقرأ على الأقل ورد في اليوم، سينظفك من الأوزار والأوساخ والخساسة والرذيلة والشيطان الرجيم ومن الكبرياء والرياء، وسيجعلك في أرقى مقام عند الله إن تنظيف وإن لم تحفظه وإن لم تفهمه. وهذه حكمة عظيمة. فالماء لم يأتي في السلة لكن أصبحت نظيفة، ونحن نقرأ القرآن وإن لم نفهمه فهو ينظفنا الحمد لله. إذن قلنا التعامل الإنساني داخلي وخارجي. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليس للمسلم وليس للمؤمنين وليس للمتقين فقط، للعالمين، لأنه هو الذي نشر الإسلام في أقصى أنحاء العالم بأخلاقه السامية وبسلوكه النبي وبأريحيته. رسول الله كما وصفته بوصف أكرمني الله به وأكدوه العلماء، رسول الله
هو العظيم في بساطته، والبسط هو البسيط في عظمته. بإمكانك أن تحدد في بساطته وهو البسيط في عظمته. إذن هنا إذا بحثت على الوسطية ستجدها، والتعايش ستجده، وعلى الإحسان ستجده، وعلى المؤامرة الطيبة ستجدها، وعلى نشر السلام ستجده، وعلى الأخوة ستجدها. اذهبوا أنتم الطلقاء، ما تظنون أني فائل بكم كريم بن كريم، اذهبوا أنتم الطلقاء. الله أكبر، ما أحلمك يا رسول الله. وحينما نزل عليه ملك الجبال وقال له، حينما درى يعني لطخ أهل الطائف، هم أهل الطائف أنا ما أظن، هم خولوا، إخوالوا، ضربوه وجرحوه وشالوا الدم ونغبوا له الكمين إلى غير ذلك، وفرغوا عليه أحشاء الناقة إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم، ما أكرمك يا رسول الله، ما أعظمك يا رسول الله، أحلى رسول الله، اللهم إنا على اتباعه يا رب، واتباع سلوكه النبي وأخلاقه السامية، نحن وأبنائنا وجميع المسلمين وجميع البشرية. لطخوه فرفع عينه للسماء، فإذا بالإله عز وجل، الله أعلم، يرسل سيدنا جبريل أو ملك الجبال، فناداه، يا محمد أؤمر، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين، ربما تور سأفعل. من أين سيأتي الحلم الذي حباه به الله إن لم يأتي من محمد الذي لا ينطق عن الهوى؟ ماذا قال للملك؟ قال لهم ربي لقوم لا يعلمون، لعل الله يخرج من صلبهم من يوحده. ما أعظمك يا رسول الله، وما أحلمك، وما أرحمك يا رسول الله، وما أصبرك يا رسول الله. فعلا فعلا ما قاله رسول الله كان كذلك، أخرج الله من أولئك من يوحده، بل منهم من أصبح والله أعلم صحابيا يا غريبين. إذن وقال جل في علاه كذلك في آيته الكريمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أيوة، الوسطية موجودة عندنا، والاعتدال موجود، وثقافة السلام موجودة، لكن يقولوا بالدرجة واحد أغنية يقولوا الماء في السواق وأنا عطشان، والخبز في الطباق وأنا جيعان. الخير موجود عندنا، الخير موجود عندنا في كتاب الله، في سنة رسول الله، في شريعة الله، في الحال القدسية، في معاملة رسول الله، في سلوك رسول الله، في كل شيء موجود عندنا. علينا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اهدنا فيما هديت، وتب علينا ووجهنا توجيها سليما يرضيك وترضى به عنا فقط. وقد جاءت آيات الله الكريمة لتبين ضرورة التوازن، ضرورة التوازن بين رغبات الدنيا ومطالب الآخرة، وحتمية الاستدلال أو حتمية الاعتدال والتوسط، أي حتى الاعتدال والتوسط آيات الله تحتم علينا أن نكون معتدلين وسطيين. قال سبحانه وتعالى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والخير هذا، والخيرات هذه يا أيها العلماء،
يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس. من رغب عن سنتي أضل سواء السبيل. وقال تعالى أيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أليست هذه بوسطية؟ أليست هذه بحسن التدبير؟ أليس هذا بحسن التبصر؟ أليس هذا بحسن التعامل حتى في الاقتصاد، في التجارة، في التعامل في كل شيء؟ وقال تعالى ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمرنا أن نتبع طريقه وسبيله، أن نتبعه، ومن لم يتبعه فلكم دينكم ولي دين، شغل هذاك وحر. وأنت الله تعلم الإسلام، والإله عز وجل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطبه من فوق سبع سماوات، وهو الذي تقرن يقرن اسم الله باسمه، والصلاة عليه صلاة واحد تساوي عشرة، وعشرة تساوي مئة، والمئة تساوي ألف. يعني حينما يكون رسول الله هكذا ويخاطبه رب العالمين من فوق سبع سماوات ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله من يهدي من يشاء، احنا غير اللي دار شي الحلوى وشي جلبة وصلى شي ركعات، يقول لك انا غادي نهدي كل شيء، كل شيء غادي يرد الطريق. أكبر رسول الله أحسن خلق الله وأطيب وأرقى وأنقى وأتقى وأعظم خلق الله في الدنيا والآخرة، خاطبه بهذا الخطاب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر. صدق الله العظيم. الله على سيدنا محمد. حتى القتال إنما أراد الشيطان أن يفعل فعله وأصاب رمح رسول الله أحد الكفار، نزلت الآية يا رب العالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. كان مطلوب منا أن نتوكل على الله في كل شيء ولا نتواكل على الله في كل شيء، وأن نفعل الأسباب، يعني أن نقيم الأسباب حتى نقول أنها كل شيء، ولكن أن نتوكل على الله حتى تصبح لا شيء. إذن هذه هي الوسطية والاعتدال والتسامح. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، الغلو في الدين، الإفراط والتفريط، المبالغة، الابتداع. وهي اللي هدرنا عليها لبا، وقلنا نقول أن هناك من يقول أنني يعني وصلت درجة الجنة. ألا تعلم أن رسول الله قال، قالوا له صحابة أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر. هذا هو التواضع، هذه هي خشية الله. وهو يصلي ويقيم الليل فتقول له عائشة يا رسول الله قد تفطرت قدماك من الصلاة وأنت غفرك الله ما تقدم من أخر ومبشر بالجنة. قال لها يا عائشة
أفلا أكون عبدا شكورا لله؟ الله أكبر. وسيدنا موسى قال في هذا السياق يا رب في دعاء عظيم لم تستطع الملائكة أن ترفعه إلى السماء، وقال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي دعاء آخر كذلك قال سيدنا موسى يعني مهما أبدتك لم أتذكر، هذا الدعاء وهو جميل وعظيم، مهما أبدتك سوف لن أفي ولو ذرة أو جزيء من ذرة من نعمك التي أنعمت عليها. قال في قالب من آخر فقط بلغت الرسالة ببساطة. ولهذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدرك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عرفنا قيمة رسول الله لتبعناه بالمليمتر، سنتيمتر، بالإبسيلون. تعرفوا شنو هو إبسيلون؟ راه إبسيلون تعرفوها الرياضيات وصحاب الرياضيات وصحاب الجيولوجيا وما فيه وصحاب إبسيلون ميكروسكوبيك. وقال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وما لكم أسيدي أنتما تقولون اللي ما صلاش غيمشي للنار، واللي ما صدقش غيمشي للنار، واللي ما دارش غيمشي للنار. الله أكبر. ولو عندكم انتما هما عندكم الميزان ديال النار والجنة. يا عباد الله، إن إله عز وجل تدبر عظمة الله في كتابه ويقول إله عز وجل هذا بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا تكونوا شي بحال هذاك اللي قتل 99 واللي مشى عنده كيقول له منك للنار ولدي قتلتي الأرواح. الله والله رقيب. وإن كان يحسن الظن بالله الله بغى يغفر له. شغلنا احنا وصل لصاحب المئة الغالب ربما تذكر آية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. باب التوبة مفتوح إلى حين الغرغرة كما يقول العلماء والفقهاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. يعني ما دام الإنسان لم يصل إلى مرحلة غرغرة الموت فبإمكانه أن يتوب إلى الله، والله يتوب على من يشاء. الله يتوب على من يشاء. نسأل الله أن يتوب علينا. إن المتأمل في شأن الغلو في الدين أو الغلو في الدين أحسن يجد دوائه بين أمرين اثنين، إما جهل بالعلم الشرعي أصلا وفرعا، وإما ضعف في التحقق بالمناطات والنظر في المآلات. لذا لا سبيل لتحقيق الاعتدال والتوسط إلا لتضافر جهود علماء الأمة لإشراك مختلف الخبراء المتخصصين والمعنيين بالأمر
مصداق لحديث خير البرية صلى الله عليه وسلم قائل: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن أمانة في عنق العلماء، لا أعلم والله، والله أعلم، ما في عنقهم إصلاح هذه الأمة، إصلاح أولا أبناءهم. أنا أعرف بعض العلماء سواء في الشرق أو في الغرب أو في كذا، بعض العلماء هم يبشرون الناس ويقدمون الخطب ويقدمون المواعظ ويقدمون الإرشاد، لكن حين ترجع إلى أبنائهم وأبناتهم قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدنا السحر. والإله عز وجل يقول في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا، ما قال شيء يا أيها المسلمون، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله أكبر. أيوة. كم من أحد منا يذهب إلى المسجد ليصلي، هناك من عنده ابن أو بنت أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ويعتبر نفسه يقوم بأجر وهو يفرط ويفرط. لأن الأنجال والأطفال الذين سيخلفونهم ولن يعرفون من الوسطية والاعتدال والتآيش والرحمة والشفقة والإحسان والحوار بين الناس وبين الأجناس والتعامل قبل هذا كل شيء مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرع الله، سيعرفون منها شيء. وكيجي من الجامع وتقول له ولدي شكون اللي مركب البيت، واش رونالدو ولا ميسي؟ بابا راه مركا ميسي جوج ورونالدو مركا واحد. ولدي والله لا، مشكلة هذه، يا مشكلة. أما هي ما ديتيش معاك للمسجد باش يصلي ويعرف الله ويعرف رسول الله ويعرف الرحمة والشفقة ويعرف الوطن ديالو ويعرف يعني الروح يعني التربية على المطنة والتربية على الألفة والتربية على الرحمة والتربية على سبيل الرحيم، أنت ما تديتيش وش عارف هذا الشيء، وتعاود لك على ميسي وتعاود لك على رونالدو وتعاود لك على شيء أخر في الجي ولا شيء واحد من ديالنا ياك، ويعاود لك عاود على شيء أخر. لكن يا أخي اسأله عن كم أزواج رسول الله، لا تسأله عن اسمه، لا، ولغائز حد العدد، بدأ لغيب بسيطة. واسأله كذلك عن الصديق، من هو الصديق في الصحابة؟ واسأله فيما بعد إن كان كبيرا يقرأ في الجامعة، قل له ما هي حادثة الإفك يا ولدي؟ ماذا تعرف عن حادثة الإفك؟ وماذا تعرف عن صراع عثمان؟ وماذا تعرف عن معاوية؟ يقول لك يا ولدي راك كتسألني شي أسئلة خارجة على الموضوع. ياه واخا نسألك على ميسي ولا على رونالدو، شي مشكلة. إذن يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها النار الناس والحجارة. سنسأل لو علمنا ما ينتظرنا لقمنا بالواجب ابتداء من الآن،
الله عز وجل يقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير ويا له من غيب يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم لا تسمع إلا همسة يوم تدنو الشمس من الرؤوس يوم يقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا أحبذ أسلوب الترغيب وليس أسلوب الترهيب. فقلت أن الإله عز وجل غفور رحيم، رحمن رحيم. إذن أحسن الظن بالله، أحسنوا الظن بالله يحسن الظن بكم. نويو الخير في رب العالمين وراه ينوي فيكم الخير ونوي فيكم الخير ودار فينا الخير وكثر من الخير، ولكن نحن نجحد هذه الكلمة، هذه نجحد بنعم الله وبفضل الله وبكرم الله وبنعم كثيرة. هل شعرتم بنعم الله في هذه في كورونا؟ أنكم افتقدتم شيئا من نعم الله؟ إذن إذا شعرنا أننا افتقدنا شيئا من نعم الله فيجب علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا ونعيد ترتيب سيرتنا ونعيد ترتيب سلوكنا ونعيد ترتيب تعاملنا، ليس مع المسلم أو العربي أو الأمازيغي أو اليهودي أو النصراني، بل مع جميع الأجناس والجنسيات البشرية. إذا أردنا أن نفوز، إذا أردنا أن نفوز فوزا عظيما. هناك من يصلي ويصوم ويزكي ويفعل كل شيء لكن لا يصل الرحم ولا يدخل الجنة قطع رحم. وهناك من تصلي وتصوم وتزكي وتفعل كل شيء وتسبح لله وتقيم الليل لكنها تؤذي جارتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ثلاث مرات يقسم. انظروا ما هي الوسطية، أين هي الوسطية؟ انظروا أين هو الاعتدال، انظروا أين هو السلام، أين يتقابل السلام. يقسم ويقول: والله 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 لا يأمن من لم يأمن جاره بوائقه، لا يأمن من لم يأمن جاره بوائقه. والبوائق هو الأذى، وشيء هو الأذى اللي ليزعج الجاه، يقلقه، يحتقره. وانت درتي هادشي كله ولكن دي التجارة ديالك ضربتي كل شيء في لوك دو ان. تتعرفوا شنو هي لوك دو ان؟ لوك دو ان هي زيرو، لوك دو ان يتقال زيرو. إذا ضربتي كل شيء في لوك دو ان ماذا تنتظرين من هذه الحياة؟ اعلموا أن الحياة قصيرة جدا. البروفير فرنسي تيقول La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ou un autre proverbe qui est en français, il faut rire tant qu'on est heureux, de peur de mourir sans avoir rire. Lakin, on a un but à oulha, si ma sa'e okhra, un tab tassima. لحب الله وأن تبتسم اتباعك شرع الله وأن تبتسم اتباعك سنة رسول الله وأن تبتسم لحسن ظنك بالله. في هذا السياق لا بد أن أشير لكم لأن الملك محمد السادس نصر الله حقا
وشافاه ما فتئ يوجه عمليا لتحصيننا من مخاطر الانحراف في مثل خطاب السامي الذي ألقاه جلالته خلال الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة بمكة المكرمة، مؤتمر القمة الإسلامي بمكة المكرمة بتاريخ 7/12/2005، حيث قال، هذا خطاب جلالة الملك في مكة المكرمة، حيث قال في هذا الخطاب، وهو خطاب تاريخي، قال، وهذا خطابه، هذا كلامه، وهو ما يحتم علينا العمل على تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق فيما بيننا لاقتلائه من جذوره بين قوسين الإرهاب وفق مقاربة شمولية وضمن مشروع إصلاحي متكامل وطموح لتحصين شبابنا وأجيالنا الصاعدة، تحصين شبابنا وأجيالنا الصاعدة من مخاطر الانحراف وتطويق النزاعات التجزئية والصراعات المذهبية التي أصبحت تنخر وحدة وتماسك مجتمعاتنا وتشوه صورة المسلمين وتسيء لسماحة ديننا الحنيف، ولكي يعطي هذا المشروع الإصلاحي ثماره ينبغي أن يقوم على حقائق وثوابت عقيدتنا الوسطية. يعني هذا كله لا بد أن يقوم على ثوابت عقيدتنا الوسطية وعلى مناهج تربوية وإعلامية سامية وأخلاقية. وقال وعلى مناهج تربوية وإعلامية فقط قادرة على بناء شخصية مؤمنة بفضائل التواصل والحوار منفتحة على روح العصر. إذن جديد للوج الدول بليلة فرطه أن تكون محافظا مش مشكل، لكن لا تفرط في مسايرة العصر في السلبيات وليس في الإيجابيات وليس في السلبيات. يتمين صاحب الجلال نصره كما أن نجاحه رهين بتفعيل مشاريع التنمية البشرية المستدامة لبلداننا الشقيقة ولا سيما إفريقيا منها. هذا انتهى خطاب صاحب الجلالة أو مقتطف من خطاب صاحب الجلالة. وطبعا قد بدلت مختلف الدول العربية الإسلامية في مختلف قارات الأرض يعني مجهودات، منها ما قامت مجهود جبار منها لكي يحاول تصدي لظاهرة الغلو والتطرف. وفي طليعتها طبعا المملكة المغربية قامت بهذه المبادرة بقيادة الملك محمد السادس نصر الله وحفظه ورعاه لإعادة هيكلة الحق الديني في خضم الربيع العربي وفي خضم الغليان الربيع العربي الذي جعل من المغرب في تلك المرحلة بلدا وشعبا وملكا وحكومة بلدا متميزا. هنا أن أستثني دول أخرى، طبعا هناك دول أخرى، لكن حديث كمثال البلد الذي تنطلق منه هذه المحاضرة. إذن إلى أي حد يمكننا القول أن الوسطية والاعتدال هي الطريق السوي لفهم معنى الإسلام؟ طبعا كل ما ذكرته يبرز لنا أن الوسطية والاعتدال هي الطريق السوي لفهم معنى الإسلام. الوسطية حق وعدل وخير ومطلب شرعي أصيل ومقصد أسمى ومظهر حضاري رفيع
فهي أفضل الأمور وأنفعها للناس، كما أنها الاعتدال في كل أمور الحياة ومنهجها، وفي الاستواء والاستقامة والتوسط على حالتين بين مجاوزة الحد المشروع والقصور عنه، والوسط لغة بين طرف الشيء، وجاء في الحديث خير الأمور أوسطها. إذن الوسطية كما شرحت في مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رسم الخط المستقيم وقال يعني الخيوط التي بدأت منه أو منه الصغيرة خيوط على رأسها شيطان يحرف الناس عن طريقهم المستقيم. إذن خير الأمور وسطها، فالقلادة وسطها جوهرة، والجوز واللوز وسطه النواة. نحن لا نأكل القشور، نأكل النواة. ذا الوسطية نواة، نواة وما أدرك ما النواة، فهي تأتي ما بين أقصى اليمين وأقصى الشمال، هذه هي الوسطية الحقة. لكن هذا لا يعني أنك بين أقصى اليمين وأقصى الشمال ألا تتعامل مع اليمين مع الشمال. اختر المنهج والمنهجية التي تتعامل فيها مع اليمين مع الشمال بحسن تبصر، بحسن التدبير، بعد النظر، بسلاسة، برطوبة، بأخوة، بحوار، وإن استطعت بحكمة، بحكمة. من هنا سيصبح المسلم هو القائد لهذا العالم بسلوكه النبيل وأخلاقه السامية التي تقمصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، الذي كان يتعامل كما قلت سابقا مع جميع الأجناس والجنسيات، وسأصل إلى مرحلة ما يجسد هذا كله في ثلاث قيم أو ثلاث محاور أو ثلاث نماذج التي طبقها فعلها أجراءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصل بها المسلمين إلى درجة عليا. ليس في الجزيرة العربية أو الحجاز فقط، بل وصل الإسلام إلى أقصى بلدان الدنيا. هو الآن موجود في الصين، موجود في عدة دول ربما لم يصلها أحدنا أو بعضنا أو كلنا أو الله أعلم. إذن هذه قلنا أن الوسطية في الإسلام تشمل التعامل الإنساني. الإنسان يشعر بنفسه أنه إنسان، يتعجرف، يتكبر، يتباهى، ينفخ، يدخل إلى المنزل ما يعني لا يبالي لا بالزوجة ولا بالأبناء، في العمل لا يبالي بالموظفين، في الطريق رأسه مرفوع إلى السماء. والإله عز وجل يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، لن تجبال طوله ولا تخرق الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا، التبختر
والحيالة والخيالة خطيرة بزاف. دل العيالات ماشي مشكل، لكن الرجال كيدير اللي يدير اللي وده يجرها في الأرض على حول ولا قوة إلا بالله. واحد البسيكولوج، ان بسيكولوج فرنسي يسابيل بيير داكو في نفس السياق، الى عز وجل قالوا لك هذا البسيكولوج الذي يدرس علم النفس والبسيكوسيولوجي والبسيكاناليتيك يقول فيها واحد البروفيرب، البروفيرب الفرنسي: Le despotisme est une compensation de la faiblesse. الله أكبر. لا تمشي بالأرض مرحا، راك ماشي حاجة، راك والو. أنا موسى بدل النمرود، نمرود عاود قضت عليه، والنمرود هذا كما النمرود أنا راح ما ضعفاء. الحمد لله، اللهم اكرمنا بالتذلل لعزتك وجلالك سجودا وركوعا ذهابا وإيابا وتدبرا في عظمتك وعزتك وجلالك وجودك وكرمك. هذا البسيكولوج قال في هذا البروفيرب: لو ديسبوتيزم اي اون كومبونساسيون دو لا فيبليس. يعني بالعربيه الغطرسه وابراز العضلات. شلون على المراه، على الابناء، على الاصدقاء، على المسلمين، على العرب، على النصارى، على اليهود، على كذا، في غير حق. هو تعويض عن الضعف، بمعنى ان الانسان الذي يطبق او يستعمل سلوك الغطرسه والعضلات على الناس، اقول الناس، فهو في داخله يشعر بالضعف وبالنقص، بمعنى عنده ان كومبلكس انفيريوريتي يا ان كو ان كومبلكس دو سوبيريوريتي او ان كومبلكس دو ديب. كومبلكس دو ديب هو بحثي عليه معروف لدى يريدكه الان. اذن الوسطيه تتنافى معها ما قلناه الآن، ومع الغلو، ومع التطرف، ومع العجرفة، ومع التباهي، ومع التظاهر، ومع بين قوسين الإرهاب، ومع الحرب، ومع الفتنة، ومع الصراعات. الوسطية يعني جلب كل شخص أو إنسان، حتى لا أقول استدراجه، أقول جلبه أو إقناعه بالنزول إلى طاولة المفاوضات لكي نبرز له ما لنا وما علينا وما له وما عليه، ولكي يقع نوع من التلاقح بين أفكاره وأفكارنا، كان مسيحيا أو نصراني أو يهوديا. وعلى ذلك فعلى الأقل حينما نتحاور الحوار، الله أمر بالحوار، وهو قبائل تعرفون أكرمكم من الله، على الأقل سيطمئن من الوساوس التي كانت تشغل باله أو تختلج في صدره أو في نفسه من مسرع مرة بسوء إلى مرحيم ربي، وسيعرف أن المسلمين ليسوا إرهابيين وليسوا متطرفين وليسوا متشددين. أنا أقول المسلمون الذين يتبعون سنة رسول الله وسلوك رسول الله وأخلاق رسول الله وحتى أتباع رسول الله
لا إيه؟ يعني لا يمكن أن نسميهم إرهابيين أو متطرفين أو طبعا يجب أن لا ننساق تيارات أخرى وأنا سأتحدث عنها. قلنا في الوسطية لابد من قبول الآخر والغير والرأي الآخر، ولا بد من إعطاء الحرية للآخر، ولا بد من الإنصات للآخر. أنا ميزوا بين الإنصات والاستماع، أنا قلت الإنصات ولم أقل الاستماع، لأن الإله عز وجل حينما ذكر في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أقرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لماذا لم يقل استمعوا فقط وأضاف لها وأنصتوا؟ لأن هناك فرق بين الاستماع والإنصات. هذه الآية هي لا بريمير، هي الأولى في تاريخ البشرية لكتأكد لا كوميونيكاسيون انتر لي جون، ما بين الله والعبد، ما بين الله ورسول الله، وما بين العبد وربه، وما بين العبد وكتاب الله، ما بين العبد وسنة رسول الله، وما بين العبد وعباد الله، وما بين العبد وعبيد الله. أنا قلت عباد الله، قلت عبيد الله، فرقنا بين عبيد الله وعباد الله. وهذه الوسطية، أن لا تميز ما بين عبيد الله وعباد الله، وهذا هو التعايش، وهذا هو الاعتدال. ومن هنا تنطلق طائرة ثقافة السلام. لأن الآخر حينما يشعر بك أنك لا تقصيه ولا تهمشه ولا تضعه في الكارمون، في الكارمون كما يقولون، إذن يستأنس، يطمئن، ينزل معك للحوار. ولا ويكذب حتى مقولات يعني أناس من جنسية نصارى أو مسيحيين أو أرثوذكسيين أو كاثوليكيين أو ملحدين أو يكذب مقولته، لأنك تقول شيئا غير موجود في المسلمين. ولهذا يجب علينا أن لا نكون مثل ما قال ذلك الأجنبي: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. المسلم أخو المسلمين لا أعلم، لأن كل أصل له استثناء، كل أصل له استثناء. إذن حتى لا أعمم، الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين أو المسلم. لماذا؟ لأن الإسلام شريعة وسلوك. الإسلام ليس شريعة فقط، ليس كتاب فقط، هو معاملات. الدين المعاملات، وقول اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن إذا كان الله يقول لنا قل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ونحن نعمل العكس، إذن كيف سنقنع الآخر كما كان نوعد الآخر بأننا فعلا نتبع شريعة وديانة التي يقول فيها الله إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ يقول هذا، لكن لم يقل لنا بأن لا نتعامل مع النصارى، مع أهل الكتاب ومع اليهود، بل أمرنا بالتعامل معه بإحسان،
وبأخوة وبإنسانية. فالإنسان كله الذي يعتبره إنسان ولا يتوفر على قسط من الإنسانية لا يمكنه أن يعتبره إنسانا، بل يجب عليه أن يدخل نفسه في شريحة حجر. إذا الإنسان قبل أن يعرف نفسه كإنسان يجب أن تتوفر فيه الإنسانية، والإنسانية فيها الوسطية، فيها الاعتدال، فيها التعايش، فيها الانسجام، فيها الوئام، فيها الإحسان، فيها التآخي، فيها التعاون، فيها التنسيق، وفيها الحكمة. إذن جمعت كل القيم الإنسانية أن تكون إنساناً. شو مشكلة؟ أنت إنسان، حيوان ناطق، حيوان ناطق، لكن أين أنت من مستوى الإنسانية التي تجعلك يعني على الأقل في بداية سلوك رسول الله، أو في جزء من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في جزء من ما خاطبنا به رب العالمين في كتاب الله؟ إذن être un homme, d'accord. Mais de ne pas être humanitaire, c'est un problème qui se pose et qui s'impose, pas à l'échelle régionale, au local, au national, mais à l'échelle continentale et internationale, entre toute l'humanité. C'est ça le problème fondamental. Et primordial. Alors, je dis ici que cette الوسطية تتطلب كذلك المساواة، العدل، المساواة والعدل، سواء في الحقوق والحقوق الطبيعية كما يقول جون-جاك روسو، جون بورتر جون-جاك روسو. Le droit naturel, c'est un droit inné. يعني مخلوق مع الإنسان. ومع ذلك هناك من يحرم أخوه المسلم أو أخوه الإنسان، لأن كلنا من آدم وآدم من تراب، وأبونا كلنا إبراهيم عليه السلام. ففي الإنسانية أخوك الإنسان، والمسلم في الإسلام أخوك في الإسلام، أخوك في الله. إذن كيف يمكنني أن أسمي نفسي إنسانا بدون إنسانية؟ أنا أعرف أن حتى الوسطية تتطلب الوفاء، الوفاء مع كل البشر، في التعايش الوفاء مع كل البشر. وإذا لم يكن الوفاء عندنا نحن، ونحن نجد كلبا، حتى لا أقول حشاك، لأن هذه طبيعة ديال الحشاك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هي مبسوسة مبسوسة. الله ذكر الكلب باسط يديه في الوصيد في سورة الكهف، ولم يقل حشاك. ونحن قالوا واش كتعرف العلم؟ قالوا كنعرف نزيد فيه. انا نقول لك الكلب حشاك، الحمار حشاك، وحتى المرة تقول فيها حشاك راح حشومة. هاد الشيء هادي بلادة دناءة. أين نحن من الإنسانية يا إنسان؟ أين نحن من الإنسانية يا إنسان؟ الله كرم بني آدم، وليس المسلم أو النصراني أو المؤمن أو أنا. الله قال في خطابه العزيز القرآني الكريم: ولقد كرمنا بني آدم.
إذن التكريم هنا لكل بني آدم، ولا أجمعهم في العباد والعبيد أي في الخلق. إذن التكريم لكل بني آدم، والله يعلم خائنة الأعين وتخصص على جهة مرفوعة، ويصنع العودة بمن إلى غير ويعلم الغيبة ويعلم ولا قال ولقد كرمنا بني آدم. يجب علينا أن نعرف أن هذا التكريم هو تميز، فكل واحد منا مهما عرف درجته أو حضرت درجته أو كان في الوسط فهو مكرم. فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، المشكلة توازن يكون في حوايج أخرى جاك توازن معك، لكن التكريم هو تميز رباني أكرم به بني البشر، بني آدم، البشرية جمعاء. فإذا كانت المرأة كرمها الله بأمك، أمك، أمك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبوك، فله يا الله يعلم أن المرأة صورة ثانية في القرآن اسمي لما اسمي. أنا لا أقول المرأة إن هذا موضوع آخر، أقول النساء وأقول الزوجات، وأشرح لكم فرق ما بين المرأة والزوج والنساء. التكريم تميز، الله ميز المرأة مثلا بشيء، ميز الرجل بشيء، ميز الأجنبي بشيء، ميز المسيحي بشيء، ميز اليهودي بشيء، وإن كان مغضوب عليه في الدنيا ليس لك الحق ألا تتعامل معه بما أمرك الله إلا بما أمرك الله، وإلا بما تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنفية تمحى وبتعايش وبسلاسة وبرطوبة وبأسلوب الاستقطاب. أسلوب الاستقطاب، والأسلوب الاستقطاب ولا تخصو ما يسمى بالامورتيسمان. لامورتيسمان كتجيك شي كره بوليده جيده كيقول لك امورتيها، امورتيها يعني بردها ما تخليهاش مجهده. اذا هذا الكافر او هذا النصراني او هذا الكاثوليكي او هذا اليهودي ان كان يؤذيك بكلام وكنت انت في مستوى الاسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السبع سماوات، وستتعامل معه بإنكارية وستجعله يدخل إلى الإسلام، وستجعله يندم على اليوم الذي دنا فيه كافرا. إذا رحنا إحنا اللي كان خرجوا مسلمين للكفر، التصرف ديالنا، السلوك ديالنا، المعاملة ديالنا، العجرفة ديالنا، بالعضلات ديالنا، بالغرور ديالنا، نحن مغرورون. ها؟ وقال له الصحابي أبو بكر الصديق: ألم تعلم يا فلان أنك كان يتباهى على جاره والغطرس عليه والعضلات عليه، وذلك الجار مسكين؟ فشكوا إلى الصحابة ربما الله أعلم سيدنا أبو بكر الصديق. فقال له: ألم تعلم يا فلان أنك خرجت من مكان الخبث مرتان، خرجت من مكان الخبث مرتان، خرجت من فرج أمك وخرجت من ذكر أبيك، أعزكم الله. وعدك تباها، وعدك تعجرف، وعدك أنا هو أنا ربكم الأعلى، ويا أخيرا يكرك الدود التراب أوالو. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ما قالش من خير للمسلم أو من خير للمؤمن أو من خير للأبناء فقط أو للجيران فقط، أو من خير. ما تقدموا لأنفسكم من خير
لكل شيء. انت ماشي شغلك. يقولوا بالدارجه الدارجه يقول واحد مكله شعبيه وهبها لله اعطيها للكفر بها. ماشي شغلك. الجزاء مع الله. علاش؟ لماذا؟ لانه وما تقدموا لانفسكم. هذا هو الاعجاز في القران، الاعجاز في القران. انا حينما اقدم لك شيئا اقدمه لك او لابني او لزوجتي او لاخي او لصديقي او لجاري اقدمه له، لكن الاله عز وجل قال وما تقدموا لانفسكم. ايا رد بالك، انا تكون كتصدق وتقول انا كنعطي وندير ونفعل ونبني الجوامع ونصوب وندير هذا، راه ما دير والو، راه ضرب لوك دو ان، لوك دو ان تيكالاسترو، هذاك الشيء كله ضرب. راه واحد الذكاء طاز بنو اليتيم وملس له على راسو، ها راه اصبح خير منك، لا تباهي بلا 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 عجرفه بلا غرور بلا ها لا رياء لا كبرياء. الوسطيه والاعتدال كذلك الإحسان. والإحسان هي مدرسة ربانية ونبوية. إنما حينما سئل عن ما هو الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الله أكبر. وإن لم تكن ترى فإنه يراك. المهم أنت تحت المجهر دائما، إوا خصك تجمع راسك وترد بالك وتستقم. استقيم أمرت، استقيم كما أمرت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خط مستقيم، والله في الفاتحة قال اهدنا صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الوسطية، وهو الاعتدال، وهو التسامح، وهو شرع الله في الأرض مع جميع البشر. عندي كثير ما أقول في هذا الموضوع، ولكن سأحاول إن شاء الله أن لأن لازالت محاضرة طويلة، المحاضرة في الجامعة يعني الحمد لله يحضر كثير من الناس فيها إلى غير ذلك. أنا أقول هنا إذا كانت الوسطية في الإسلام بهذه القيمة، بهذه العظمة، بهذه البساطة، بهذه السلاسة، بهذا العدل، بهذا الإحسان، بهذا التعامل اللبق الإنساني، كيف يمكننا أن نصور أو نتصور الوسطية عند غير المسلمين؟ أنا سأختصر هنا ولا أعمم غير المسلمين، لا أعمم، إن هما فيهم الصالح وفيهم الصالح، الأجانب فيهم الصالح وفيهم الصالح، فيهم تهم اللي كي يخاف الله، وحتى لما خافش الله فيهم اللي كي يطبق المبادئ الكونية أو القوانين الكونية 12. القوانين الكونية 12 يعني أولها وحدانية الله، هذه مبادئ كونية وقوانين كونية، وحدانية الله للنصارى وكل الكون بمبادئ كونية يقول لك وحدانية الله، وإذن شنو نقولوا احنا؟ رد بالك هي المسلم. الوسطية عند غير المسلمين أغلبهم هي فعلا عندهم المساواة في الحقوق، مساواة حقوق المدنية والسياسية، مع الاختلاف اختلاف الدول والمجتمعات الأوروبية وأمريكا والصين وكذا في التعامل أو الوسطية أو التعامل
مسائل دينية، خصوصا حينما يسمعون الإسلام يعني يتجسد لهم أنه غول، الغول نقول الغول، لكن نخوف وليداتنا نقول له عندك يجيك الغول، وليداتنا يقولوا دابا الأجانب أو غير المسلمين منهم من ومنهم من لا، يقولون أن المسلمين إرهابيين ووسطيتهم هم وسطيتهم استغلالية براغماتية ميكيافيلية، استغلالية براغماتية انتهازية ميكيافيلية. لماذا؟ لا تعيش معك يا مسلم، لكن مصلحتي فيك، مصلحتي فيك أني أعيش معك وأنني وسطي معك. لهذا هذه الوسطية عندهم هما براغماتية امتيازية تطغى عليها غريزة العنصرية، خصوصا في الجانب الديني، الجانب الديني عليها غريزة العنصرية. هنا يقال في وسطيتهم حلال علينا والبعض منكم عليكم في دارنا، في دارنا، في منزلنا، في بيتنا، لكن حرام عليكم في داركم، في منتجون أنتم سالكم تخلف شهرة، كلنا بشر تنتجون أنتج أنت سالك ولا سالك، لكم دينك ويا دين ما كاينش عندهم، خصوصا في فرنسا. أما هناك دول أخرى التي يعني ينوه بها المسلمون وبها الحقوقيون ومنظمات الحقوقية ومنظمات الدولية ومنظمات على أنها فعلا تعطي حق للإسلام وللمسلمين وأنهم بشر سائر البشر وكل له الحرية الدينية. الأمم المتحدة كذلك هناك البنود التي تتحدث عن هذا. إذن بالنسبة العنصر، عنصر غريزة العنصرية خصوصا بالنسبة للعربي والمسلم والإفريقي، العربي والمرة الأولى والإفريقي في بعض الحالات إنما يكون فقيرا أو ليس له، ليس له مكان أو مكانة. ولهذا ما يمكن أن أقول هنا أن الوسطية هنا في هذه الدول يحاربها من؟ الاعتدال يحارب من؟ الإسلام يحاربه من؟ يحاربه الجماعات المتطرفة التي صنعت ما يسمى بالإسلام، الإسلاموفوبيا، الإسلاموفوبيا،
وبالإسلاموفوبيا وهو الذي تسعى من ورائه تحويف وتهويل الأجانب وغير المسلمين لكي لا يقتنعوا بتعاليم الإسلام السمحة. أنت تقول بالدرجة يكتبوا الحماق باللجي ما عارفين بأن الإسلام غينتشر والإسلام واخد طريق دياله. ومي دايرين هذه الإسلاموفوبيا اللي الحقيقة هي سنة 2009 مش صنعت 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تكونت عدة جماعات، منها جماعة الضغط، منها جماعة من اللوبيات، منها منظمة متطرفة، منظمة ملحدة إلى غير ذلك من جميع الأجناس التي إما لا تؤمن بالله وإما لا تؤمن بالإسلام، إن لا تؤمن برسول الله وإنما يعني تخشى من الإسلام، خصوصا حينما يسمعون الله أكبر، حينما يسمعون أن عظماء الغرب والشرق ينوهون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسلوكه بأخلاقه وبطريقة تفسيره وبسياسته وبمنهجيته وبخريطة طريقه التي سار على نهجها بدون أن يظلم أحدا أو أن يظلم حيوانا أو أن يظلم بشرة. والعظماء مثل غاندي ومثل برنارد شو ومثل لامارتين ومثل يعني هم كثر الذين نوهوا، ومنهم من قال لو حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم عددنا في علم الله لو حضر في هذا الزمن لاندثرت الفتن. يا له من تعبير عظيم، سوف لن يكون أعظم مما خفه الله، وإنك لعلى خوف عظيم من فوق سبع سماوات. ولكن حينما يشهد شاهد من أهلها إداك الأجانب أو غير المسلم لا يقتنعوا إلا بما قاله غير المسلم أو المسؤولين أو الكبارهم أو علماؤهم الكبار أو حخامتهم أو إلى غير ذلك من غير المسلمين والذين نوهوا وأشادوا بمنهجية وسياسة وسلوك أخلاق تعامل تواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تخوفهم من انتشار الإسلام في العالم، حيث قال البابا في أوروبا عليكم أن تقوموا بإحصاء كم من محمد اسم محمد موجود في بلجيكا. أقول ويقول لهم أن عدد أسماء محمد في بلجيكا كاد يفوق أسماء أبناء البلجيكي، ويقول لهم احذروا من هذا. إذن التخوف من الإسلام، التخوف من انتشار الإسلام، أقول لهؤلاء في الحقيقة أفضل لكم أن تتعايشوا مع المسلمين، لأن عدم التعايش مع المسلمين هو مضيعة للوقت فقط. لماذا؟ لأن الحياة قصيرة
وإذا احتسب الإنسان ما يقضيه في هذه الحياة سيجلس لا يقضي إلا الله، أما صاحب 100 سنة لا يقضي إلا 20 سنة، يعني بانتقاص العطل وانشغال بالتوافيه و ولا 20 سنة. إذن هؤلاء يضيعون وقتهم، لو كانوا حكماء فعلا وتدبروا الأمور وصبروا آراء الأمور الدنيوية والأخروية رجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا قيموا المدة واحتسبوا هذه المدة مدة 14 قرنا والإسلام يحارب والقرآن يحارب وسنة رسول الله تحارب ومسلمون يحارب. الإسلام ليس هو في الأوراق أو في الكتب أو 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 في المسجد، إن له لحافظه، اللوح المحفوظ فيه كلام الله وفيه كتاب الله، لا داعي لأن يضيعوا وقتهم في عدم التآمر مع المسلمين ومع غير المسلمين بأخوة إنسانية وبإنسانية وبسلوك نبيل وبأخلاق ثانية لكي نمر هذه الأرض ولكي نستطيع القضاء على كورونا. وما خفي أعظم، عندك يسحبهم أن كان غير كورونا فانا، فقال الله أن نذيقهم بعض الذي أملوا. وما خفي أعظم، نسأل الله السلامة، نسأل الله يرفع أن هذا الوباء وأن وبالأمة وبجميع الإنسانية في كل مكان. لهذا الله أكبر الله أكبر، ولهذا فلا داعي لمضيعة الوقت في تشويه سمعة الإسلام بواسطيتهم التي تميع الإسلام. نو وسطيتنا وتعايشنا هو التعايش السلمي البناء، التعايش السلمي المتوازن البناء، ليس التعايش الاستسلامي وليس السلام الاستسلامي، بل نحن مع التعايش السلمي المتوازن البناء مرحبا، وسنعيش بسلام في هذه البسيطة، وسيكون ستكون التجارة نظيفة، وسيكون كل منا يتبع شريعته ويصلي في مسجده أو كنيسته أو 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 معرفته، وكل منا يتبع ما يقصده دون أن نحدث أو نصنع الإسلامية لكي نشوه الإسلام ونشوه المسلمين أو نسميهم بالإرهابيين، ونحن نعلم أن المسلمون غير إرهابيون إلا المرتزقة منهم، لا المرتزقة منهم الذين يستغلونهم لضرب الإسلام، نحن نتبرأ منهم والإسلام يتبرأ منهم، ولكن الله يهم الله إليك رد جميل ومرد إليك رد جميل. إذن الآن لابد أن كانت الوسطية والاعتدال بهذا الشكل بهذا المستوى، إسلام تعايش انسجام والتآخر والحوار والتفاهم هذه القيم كلها، لا إن هذه القيم كلها هي التي إن طبقت تؤدي إلى السلام،
يؤدي إلى السعادة. لأن السلام هو نقيض الحرب، السلام والأمن والأمان هو نقيض الفتن ونقيض الضرات، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، ونقيض التطرف ونقيض الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا هو السلام. لكن كما قلت سابقا في الأول، السلام يجب أن ينبع من الداخل. إن لم أقتنع أنا لأن أكون مساعد مع زوجتي مع أبنائي مع جيراني، فكيف أكون مساندا مع أصدقائي ومع أجانب ومع أجناس أخرى ومع المسلمين ومع العرب وغير ذلك؟ العيب فينا نتبعهم ودخلوا في جحر ضب، ونترك ديننا وقرآننا وتعاليم إسلامنا جانبا باعتقادنا أن الغرب أو أن الدول الأجنبية هي كل شيء والإسلام لا شيء. لا تنسى يا مسلم، يا من يؤمن بالله وكتبه والآخر والقضاء خير، أن الزوج يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أكبر. الله أعلم. وينساخ القرآن وينساخ السنة وكل شيء. أن الفريب الحساب عاقبة المتقين. لا بد من الحساب. محكمة الآخرة أعظم من محكمة الدنيا. المحامي الوحيد لك في الآخرة هو عملك وتعاملك مع كل البشر، وقلبك الطيب، لا إن في الجسد مضغة إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فالسلام في الإسلام يقوم على الكتاب والسنة، والسلام هو صفة من صفات الله. السلام مؤمن المهم المهيمن العزيز الغفار صفات الله الحسنى. والله عنده صفات الجلال في الجمال، صفات الجلال. أنصحك أنه هو الله مشفع فينا صفات الجمال صفات الجلال. أنتم تعرفون الإسراء والمعراج وصعود رسول الله وعدم تقدم ابن جبريل وتقدم رسول الله إلى غير ذلك، والقصة أنتم تعرفها في القرآن وفي السنة وفي الحديث. إذن السلام في الإسلام، السلام صفات الله الحسنى، والسلام هو اللغة التي أمرنا الله بها وأمر الله بها بالقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
الله أكبر. وفش السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس نيام. يجب أن لا ما يموت بس تصلي لا جاء تحصل تحمراتين يسألون عن أنهم يصومون ولا يفطرون يعني لا يتزوجون وكذلك يقيمون الليل ولا ينامون. رسول الله قال أنا أصوم وأفطر، هذه هي الوسطية، وأتزوج النساء وأقيم الليل وأنا. فمن رغب عن سنتي فإنه ليس مني. يا الله، أنت تدخل الجنة وحدك، تقيم الليل وحدك وتصوم الدار وما تزوج العيالات على أساس أن يرضي الله. ليس هكذا أمر الله، ليس هكذا أمر الله. أن الإله عز وجل حينما خلق آدم لم يخلق بمفرده، خلق معه منه حواء أمنا حواء. إذن الأمر وكنا السلام يجب أن نعرف أننا كلنا من آدم، كلكم من آدم وآدم من تراب، وإننا من نفس واحدة. وإذا آمن بهذا المنطق سيسود السلام في كل مكان، ولكن على أن نتخلى عن الغرور وعن العجرفة وعن دخل الجنة وهو ظالم لنفسه. وإن التظاهر وإن الغطرسة ذاك لا ندخل في خانة من ينشر ثقافة السلام. يقول إلى عز وجل كذلك إن هاته أمتكم أمة واحدة، إن هاته أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. يلا رأى أمر كل شيء بشيء أبدو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل شيء كيعبد الله، كل شيء كيسجد الله، كل شيء ربما هما كيسجدوا لله أحسن منا نحن. لأن الجدعو حينما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الجدعو، الجدعو الذي كان يخطب فوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إلى المنبر، بكى الجدعو لفراق رسول الله. هذا جدعو جماد، لا يعتقد البعض الذي لا يؤمن بالله يؤمن إيمانا راسخا، يقولون جدعو يدمع عين يدمع. فقالوا يا رسول الله، قال لماذا؟ قالوا يا رسول الله ما سخيتش بالفرق ديالك وبالجلوس ديالك فوق مني. الله هو العبادة ديال الجماد ديال الإنسان ديال الحيوان
والطيور تزقزق وهي تذهب كما تنتقد بطانة، وهي تعبد الله وكل شيء يعبد الله، إلا نحن مقصرين في إبادة. ويجب أن يعني من الأفضل أن نقول رمضا يا ربي بقوتك ترحمنا وبضعفنا نعصاك. ما أرحمك ربا وما أظلمنا عبادا. يا ربي بقوتك هنا وبضعفنا نعصاك. ما أرحمك ربا وما أظلمنا عبادا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي هو العظيم. عفو. إذن قلنا السلام كذلك في الآية القرآنية الذي يقول فيها يا عز وجل وقلتها يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوب وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن مطلوب منا التعارف، ومطلوب منا يعني الحوار، ومطلوب منا أخي، ومطلوب منا شيء بين البشر وبين الناس، إلا أن كل هذا مشروط بالتقوى، مشروط بالتقوى. إذا قلنا أن كل هذا مشروط بالتقوى، سيظل السلام في الإسلام هو الأساس، وهو بيت القصيد، وهو الأرضية الوحيدة التي ينطلق منها السلام بين بني، لكن باتباع ما أمرنا الله وباتباع سنة رسول الله، قمص شخصي وشخصيتي وسلوكي رسول الله. إذن هنا اسمح لي عندي عطب يعني مملوء من آخرين. لكن إذا كان الأمر كذلك في الإسلام، فكيف نفهم الإسلام في الديانات الأخرى؟ طبعاً هنا بيت القصيد، وهذا ما يجعل الفتن تنتشر في كل مكان. السلام قبل أن في الديانة الأخرى لا بد وأن أعرف هذا السلام ما هو بالنسبة للمنظمات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة وبالنسبة للدول الأجنبية. إن السلام العالمي أو السلام على الأرض هو مفهوم الحالة المثالية للسعادة والحرية والسلام داخل وبين جميع الشعوب والأمم على الأرض. وهذه الفكرة المتمثلة بعدم وجود عنف بالعالم هي أحد يعني أحد التوقع التي تحفز
يعني كل الذي تحب الشعوب والأمم على التعاون والتعاون والتنسيق طوعا. وبمحض إرادتها أو بحكم نظام الحكم الذي يعارض أو يعترض على لها بالمحبة والسلام. الثقافات والديانات والفلسفات والمنظمات لكلها مفهوم خاص عن كيفية إحلال السلام في العالم، لأن إحلال السلام في العالم من الأمم المتحدة ترى مفهوم إحلال السلام في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظر إلى إحلال السلام في العالم؟ يعني اليوم السلام سينظر إلى إحلال السلام. دول التي تملك أسلحة دمار شامل كيف تنظر إلى إحلال السلام؟ إذن هنا لابد وأن نقول بأن الهدف المعلن من طرف مختلف المنظمات الدينية أو الإثنية والإثنية أن تحقيق السلام يكون من خلال حقوق الإنسان، و هم يقولون التكنولوجيا والتعليم والهندسة والطب والدبلوماسية المستخدمة لإنهاء جميع أشكال القتال. ومنذ عام 1945 تعمل الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع لها، وهي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بهدف حل الصراعات في الحرب ومنع ذلك. ومع ذلك دخلت دول في العديد من الصراعات العسكرية. هذا يقدم لنا كلاما يعني لا يقبله حتى من لا يفهم، لأننا نجد أن الحروب في الدول النامية أو المتنامية أو دول العالم الثالث أو الدول العربية أو الدول تأتي على ظهر الدبابات، وتأتي في جوف الطائرات، وتأتي في جيوب المخابرات، وكذلك في ما يسمى بمحفظات المخابرات. إذن هم يقولون أنهم تعاون من أجل استتباب السلام، وإلى يومنا هذا لا نرى إلا العكس. السلام عندهم لا يكون إلا من خلال القوة، من خلال القوة. إنهما السلام من خلال القوة عدل، أي يعني لا سلام من خلال الوسط والاعتدال أو تعايش أو تسامح أو تآزر أو تعاون أو تآخي، بل السلام عندهم من خلال والسلام العدل. وهذا المصطلح يعود إلى الأمير ثور الروماني هدربان الذي حكم بين 17 و 32، ولكن هذا المفهوم قديم قدم التاريخ، ولقد حددت هذه الفقهة
السلام بالقوة، لأن في عام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية قال مؤسس اتحاد بين ريتشارد بيرن بعد الحرب الولايات المتحدة أن تملك قيادة الآلهة، هكذا يقول هذا السياسي، الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تملك قيادة الآلهة، يعني قيادة العظماء لضمان السلام العالمي الدائم. إذا هذا وصف السلام، يجب يعني أحادية القطب الأوحد والسيطرة على العالم لكي يستتب السلام. هذا مفهوم السلام عند هذا عند هارد، ريتشارد هارد. ولكي يكون هذا القرن هو قرن للسلام فذلك يتطلب منا التخلي عن المفاهيم القديمة للسلام. لم يعد من الممكن تصوير ملائكة السلام، يعني هم يقصدون هنا بأن المبادئ سواء كانت الكونية الإسلامية أو الكونية لا تصلح هنا أمام السلام بالقوة. هناك السلام التدمير، وما يسمى بالسلام التدمير المتبادل المؤكد الذي يسميه سلام العدل، وهذا ما أسميه بسلام الند للند، الند للند يعني القوة تحد القوة. الدول العظمى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا خصوصا خلال الحرب الباردة يملكون كل منهم يملك القنابل النووية والذرية والهيدروجونية والنيترونية والباليستية وكذلك قنابل أخرى عبر القارات وغيرها، وكل منهم يخشى الآخر، كل منهم بهذه القوة يخشى الآخر، وخشية الأول من الآخر تحد خطر الأول على الآخر. أنت تملك قنابل نووية، إذا وضعت أصبعك على الزر سوف تدمر روسيا، وكذلك روسيا إذا أصبعها على الزر ستدمر أمريكا. إذن الحرب الباردة فرضت أن يكون السلام بين هذه الدول ثنائية القطب، لكن رغم أن هناك سلام كانت هناك طرق تحايل الحرب بينهم بالحرب الباردة وما يسمى كذلك بالحرب بالوكالة، الحرب بالوكالة التي تضم شعوب وأمم ودول صغرى وكذا، بمعنى أنهم يسعون إلى التطاحن في بينهم في بلدان مؤيديهم، من يؤيد الشيوعية ككوبا مثلا وغواتيمالا ومن يؤيد كذلك الرأسمالية في دول إفريقيا وكذلك دول أمريكا حتى في كوريا وإلى غير ذلك. إذن للتملص من المواجهة النووية عوضوا بالحروب بالوكالة
أي نقل الحروب إلى دول أخرى لكي يبقى السلام بين القوتين ثابت ومؤكد. هذا السلام سلام يسمى بالتدمير المتبادل، سلام التدمير المتبادل. كذلك لا ننسى أن الأمم المتحدة ساقع والقانون الدولي كذلك يسمى عدل. فبعد العالمية الثانية أنشأت الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال العاقبة إلى الحرب التي حلت مرتين في حياتنا أو جلبت مرتين في حياتنا كبيرا عظيما لا يوصف لجنس البشر. فتهدف الدباجة وهذه الوثيقة وثيقة أو ما يسمى بميثاق الأمم المتحدة أي تعزيز الإنسان الأساسية، بمعنى هذا الميثاق يتضمن السلام على تحقيق حقوق الإنسان عن الالتزامات الدولية أو بمصادر القانون الدولي احترام تطبيق القانون الدولي. المهم يعني عند المحاضرة ما هو مهم أنا جسدت كذلك هذه المحاضرة في قيام المجتمع الإسلامي المتعدد يعني ثقافات وديانات أو الأديان، وجسدت هذا في القيم الإنسانية السامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تجسدت في وثيقة المدينة أو صحيفة المدينة وهي دستور الدولة الأول، وكذلك في صلح الحديبية أي معاهدة الصلح السياسية، وثالثا فتح مكة أو ما يعرف بمعجزة العفو العام. وهذا كله تضمن يعني شروحات مهمة تجسد الوسطية والاعتدال والانسجام والوئام وكذلك التعايش السلمي والسلم والمعاهدة بين المسلمين وأعدائهم اليهود والمسيحيين والنصارى يعيدك والفرس. وكان رسول الله بارعا وعظيما في هذا الشأن إلى درجة أنه استطاع وإن أخرجوه من مكة أن يرجع إلى مكة بطريقة حكيمة قضاء مناسك العمرة وتوقيع اتفاقية الصلح مع قريش رغم أنهم نقضوا العهد. دخل المسلمون وفتحوا مكة ويعني أصبح الكل آمنا، يهود ونصارى ومشركين ومسلمين، وأصبح الكل يتعامل وأصبح الناس يدخلون إلى الإسلام أفواجا كما قال الله في العزيز بالوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح الذي نقل عن الإسلام وطبق 8 قرون في شبه الجزيرة الإيبيرية ألا وهي الأندلس سابقا وذلك إسبانيا حاضرا، إلى درجة أن كان القوط أي سكان الأندلس أقدم القدماء القوط أو ما يسمى بالجرمن كانوا يتعاملون مع المسيحيين
وعمل سيئة، وكانوا يقصون اليهود ولا يتعاملون معهم، إلى مسوحة الإسلامية، فأصبح المسيحيون لهم مكانة، وأصبح اليهود كذلك في العليا وحتى في الوزارات حتى في الإدارات. أخي العزيز اسمحوا لي إنني قد أطلت عليكم، لكن لازلت لم أنهي المحاضرة، لأن عندما أقول في التعايش وفي سلم السلام في الأمن والأمان لكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. واسمحوا لنا إن أطلنا عليكم، إنكم في الحقيقة تبرتم معنا كثيرا، ونرجو الله أن يجعله في الميزان المقبول لكم ولنا ولجميع المسلمين. من له سؤال؟ أخي إبراهيم، إن شاء الله يكون لنا استكمالا لهذه المحاضرة فيما بعد إن شاء الله، نتدارك فيها ما لم يذكر في هذه المحاضرة. نعم، هناك أشياء لا زالت عندي، في أي وقت سنتمم إن شاء الله؟ إن شاء الله نرتب ونبلغ فضيلتكم بالأمر بإذن الله. مرحبا مرحبا. وبالنسبة للأسئلة، ليس هناك أسئلة؟ ليس هناك أسئلة. مرحبا أخي إبراهيم، وشكرا لك على صبرك معنا، واسمحوا لنا إن أطلنا عنكم. وفي الحقيقة شكرا للأخ ديان مهاجري وكم وللطاقم وللمؤسسة كلها، والسلام عليكم ورحمة الله. وفي نهاية هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وجميع المشاركين في هذا البث إلى فضيلة الدكتور محمد كروم على هذه المحاضرة التي ألقاها على مسامعنا، التي كانت بعنوان القيم الوسطية والاعتدال السلام. نعم، كما ذكر الدكتور، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.